اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. مصر على استحياء تنتخب برلمان 2015. ساعات لسه قدامنا، ساعتين وتلت من الآن، يمكن أنهم يعيدوا الدماء قليلا إلى وجه هذه الانتخابات. نأمل أن يكون غدا أفضل. الإقبال ما زال محدودا في انتخابات يرى البعض أنها أهمية وفاصلة، وبعض الذي لم يشارك بيرى أنها مش هتفرق كتير. أعرف من ضيوف الأعزاء وأرحب بهم دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. أهلا دكتور طارق. الحقوقي والمحامي المعروف رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون الأستاذ نجاد البرعي، أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتور طارق. شايف، أو أنا عايز أتجاوز، شايف المشهد إزاي؟ تبرر وتحلل هذا المشهد الانتخابي بإيه؟ هو طبعا يعني أنا أحيي حضرتك على العبارة بدأت بها، على استحياء، وكأن مصر طبعا في انتظار، كان حشد، هو كان هناك توقعات، في جزء منها مبني على معلومات، في جزء منها مبني على تحليلات، انه ما كانش هيبقى فيه الحشد الجماهير المتوقع الكبيرة لأسباب، بعضها سياسي وبعضها مجتمعي سياسي وبعضها سيكولوجي مرتبط بعالية النخب في مصر. وبناء عليه لو حضرتك هتقرأ المنظومة كاملة هتلاقي انه حالة الحشد الكبير اللي كان متوقع مش هتحصل. وبالتالي انا مش عايز ابسط الامور، عشان لسه حضرتك بتقول لسه في توقيت، وقد تلجا الحكومه غدا لاعطاء اجازه، والامور اللي هي في اللحظات الاخيره، حتى على الان مفيش حاجه مؤكده، على طريقه ما جرى في الانتخابات حتى السابقه كان بتحصل اجراءات بهذا الشكل. لكن هو فعلا لابد ان حضرتك ترصد انه فعلا في حاله من العزوف على المشاركه السياسيه، دي نتيجه لطول المرحله الانتقاليه، سنوات المصريين ملوا من عملية السياسة. يعني ليس مطلوبا أن المصريين أنه هيحتشدوا بهذه الأرقام الكبيرة المتوقعة. السيد الرئيس أمس ظهر في توقيت له دلالته، ربما كانت رسالة الرئيس أمس أنه في اللحظات الأخيرة بيحاول ينقل رسالة. بتشوف أن الرسالة متأخرة ولا في وقتها؟ أعتقد أنها جت في توقيتها، لأنه هي كان من المفترض أنه الرسالة هتتوجه أمس مش اليوم يعني. فامبارح كانت الرسالة واضحة جداً، تحليل مضمون الكلمة بالمناسبة بتحمل رسائل في كل اتجاهات، بدأها بتأكيد على أن هناك إنجاز أو شرعية الإنجاز في دخول مصر مجلس الأمن، ثم بدأ يتحدث عن دعوته إلى كل الشرائح للمشاركة بصورة أو بأخرى، لكن طبعا في تركيز على الشباب، لأنه كما تعلم حضرتك كان هناك تأكيدات بأنه الشباب لن يشارك، والشباب لن يشارك، يعني خلينا نكون برضو إيه استباقا، وده ضد أي تحليل منطقي، لكن ومش هنخش في الشريحة العمرية أي شباب وما إلى ذلك، لكن حتى الآن الشريحة العمرية الأكبر هي الأكثر مشاركة والنساء. بالضبط بالضبط، فبالتالي في شواهد عند حضرتك بتبني عليها. امبارح الرئيس وجه إلى الشباب، وجه حضرتك إلى المرأة، في السوابق السابقة للانتخابات كان في تأكيد على هذا. جزء من المناشدة مرتبط بمخاطبة أو تحليل خطاب أو تحليل مضمون إلى الشهداء، ولم نفهم أي شهداء، يعني الرئيس ناشد بالشهداء، هو كان يتحدث عن شهداء الجيش والشرطة. في جزء من ده كانت الرسالة مباشرة. في نهاية الخطاب في تحليل المضمون برضو مهمة أوي إن احنا نقول مبادئ الثورة الأولى، دون أن يتم الإشارة إلى أنها مبادئ الثورة، العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتحول السياسي، آخر تقريبا كلمات في خطاب السيد الرئيس. وبالتالي القضية النهاردة مش حضرتك هتقيس هنوصل لنسبة كام، ما كانش متوقع ان الانتخابات او النتيجه الاجماليه هتصل تعدي فوق ال 50%. انت بتتكلم في مساحه برضو استباقا لامور ما بين ال 30 ل 35، ممكن نصل الى 40، هيبقى كويس جدا في هذا المناخ اللي طبعا في حاله من زي ما بقول لحضرتك سيكولوجيا شعبيه الشعب المصري مالوش نفس طويل قوي في عمليه الانتخابات. وانا اذكرك في احدى انتخابات مجلس الشورى كانت نسبة ما وصلتش 11% أو 10% اللي تم إلغاها. وبالتالي أنت النهاردة متوقعش أن العملية زي ما البعض بيحاول يقول أنها هتصل إلى سبعينات أو كذا، ده أمور مستبعدة عن أي تحليل سياسي. طيب أستاذ نجاد، شايف أن رسالة الرئيس جت في موعدها ولا متأخرة؟ وشايف أن هذا الإقبال قد يزيد، ولا أنت قاري أن الانتخابات من الأول مش هيبقى عليها إقبال، وليه من وجهة نظرك؟ بص، أنا رأيي أن الرئيس ما كانش لازم يعمل رسالة أصلا،
يعني الذين أشاروا على الرئيس بأنه يعمل رسالة في الحقيقة يعني إيه؟ يعني مزيد من التوريط للموضوع، لأنه كان معلوما للقاصي والداني أنه هذه المشاركة ستكون ضعيفة. حتى لو الرئيس قعد وقال شاركوا بتاعه ومش عارف إيه، فهو غامر بجزء من يعني غامر كشف جزء من شعبيته السياسية ما كانش مضطر لكشفه، لأنه ده معناه أنه الرئيس امبارح يقول شاركوا لازم الناس تقف طوابير ما نلحقش عليهم بتاع، فبنقول امبارح شاركوا فتبقى نسبة مشاركة للظهر وفقا للجنة العليا 1.19 زي ما نشرت لمصر اليوم أو في الشكل ده. فهو قبل أنه يعمل المغامرة دي بصرف النظر عن أنه فدي ما كانش لازم يعمل نعم. هو ركز على الجمهور يعني هو ركز على القطاع، هو عارف أنه له فيه نسبة تأييد عالية اللي هو قطاع المرأة. بس هو ركز على الشباب. انا عايز لسه كنت يعني هو ركز الاول على جمهوره البتاع، ما كانش في داعي ركز على الشباب لان هو عارف ان هو عنده مشكله مع قطاع الشباب. يعني الشباب المسيس. ف الشباب المسيس مش كل الشباب. ما هو دي مهمه جدا. اللي بينزل الانتخابات، ما انا هقول لك حاجه، ما فيش شعب بينزل 100% في الانتخابات ولا 70% في الانتخابات ولا في امريكا ولا 50% كويس قوي. لا 50% ده كتير على فكره. احنا بس اللي بنحب الحاجات الكتير. كويس قوي يعني. لا انا هقول لك حاجه، لو نسبه المشاركه 35% ده انجاز طبعا. يعني ده انجاز ويبقى كويس، وده يبقى حاجه زي دول محترمه يعني مش حاجه قليله. اصل الناس عندنا في مصر بقت تحب الكتير. أيوة. مش عارف 6 مليون و5 مليون تعودوا على الحاله الدوريه اللي كنا فيها. فهي يعني. الفكره لا الفكره مش كده، بس هو الفكره ان اللي بيعمل ده الشباب المسيس. خلاص الشباب المسيس بقى في السجن، بره السجن، في بيته، بتاع مش عارف ايه، دي قضيه تانية. منعزل او منسحب. انما اساسا هو ركز على قطاع اللي هو في جزء قطاع يهمه هو الشباب. الشباب التاني اللي هو بيتكلم عليه ما بينزلش، واذا نزل مش هيبقى مؤثر. الناس اللي تصوروا سيلفي مع الرئيس مش دول اللي بينزلوا الانتخابات يعني. في او ممكن ينزلوا يعني. بص انا هقول لك حاجه، جايز ما يكونوش مؤثرين سياسيين. لا بس انا عايز اقول لك حاجه. لا ما بنتكلم بالامانه. شباب جمعيه جيل المستقبل مش هو اللي وقف مع جمال مبارك. لو انه كان ينفع كان وقف مع جمال مبارك يعني. تمام. يعني دي ناس بتخش عايزه تخش في وظيفه، تعمل قياده، تتصور تبقى كذا، تعمل كده. مش هي بتاع السياسه تنزل انتخابات وتعافر وتروح وتوزع اوراق ومش عارف ايه. ادي مساله. فالرئيس بس الرئيس قال خلاص انتهينا من الموضوع ده، وبالتالي هو قبل انه يخوض المغامره دي. نرجو ان ترفع النسبه شويه لان دي مساله مهمه. فيما يتعلق بالاقبال، كان لابد الاقبال يبقى ضعيف. كل الناس كانت عارفه الاقبال يبقى ضعيف حتى دلوقتي في الحكومه، وهي بدات تتكلم عن الاقبال. ليه؟ اول حاجه ان الناس اتخضخضت. عندنا انتخابات؟ لا ما فيش انتخابات. هنعمل انتخابات؟ لا اجلنا الانتخابات. لا الانتخابات بكره؟ لا قبل اخر السنه. فمن كتر الكلام عن الموضوع الناس ما خدتش الموضوع جد. الحاجه الثانيه، ودي حاجه مهمه جدا في الحقيقه، نظام هندسه النظام الانتخابي يؤدي لمشاركة ضعيفة مش العكس. ويعني الطريقة اللي اتعمل بيها نظام الانتخابي، القائمة المطلقة والطريقة اللي تنظم بيها النظام الانتخابي والفردي وكده، يؤدي إلى أنه كتير جدا. ثلاثة، أنه فعلا ده أن في ده جه مع ترافق مع فكرة كساد اقتصادي وكلام عن أن مصر الاقتصاد كذا كذا. فالناس بقت يعني خايف، والخايف ما ينزلش يصوت. الخايف ما ينزلش يصوت؟ لا، اللي بينزل يصوت هو اللي عنده امل عايز يكبره. لكن لما تكون عندك جرانين او مش قصدي حاجه عشان الناس فهمتنيش غلط، لما يكون عندك ناس او عندك كلام بيتقال هيبقى عندنا رفع اسعار والدولار هيوصل 10 جنيه والاقتصاد المصري على حافه الانهيار واحنا بناخد 4 مليون من ال 4 مليار من البنك الدولي والحقونا وشيلونا وحطونا، ده ما يخليش ناس تنزل. اللي يخلي الناس تنزل ايه؟ احنا عندنا خمسه الحاجات دي حلوه اهي، احنا عايزين بقى ننزل عشان نخليها ايه احلى. انما هي الناس انت مكلمهم قبل الانتخابات باقل من اسبوعين، انت شغال ان انت عندك انهيار اقتصادي واسعارها هترتفع. انا بقى عايز اشوف اكل عيش بقى انتخابات ايه، وهوجع دماغي اما نشوف الدولار هيوصل كام نبقى نتكلم في انتخابات. دي اسس يعني. انا هرجع اناقشك فيها تاني يعني. مش مقتنع قوي يعني. ممكن ابقى شايف ان ده مبرر اخر واكتر وحافز، ان لا انا مش هسكت بقى، انا نازل علشان انتخب. هتوصلني طب انتخب مين عشان يعرف يجيب لي حقي او يقف؟ فده موضوع تاني. اتفضل. مجموعه اخبار نازله على اليوم السابع بتتكلم عن سياره حزب النور بكرموز بتوزع مبالغ مع المواطنين عقب التصويت في الدخيله والعمريه وباب شرق. اثناء جولته على المقرات الانتخابيه محافظه الاسكندريه، السلفي ياسر برهامي بيقول ان الكتله السلفيه البرلمانيه بالبرلمان ستعكف على مراجعه وتعديل القوانين التي صدرت اثناء فتره حكم المجلس العسكري والرئيس عدلي منصور والرئيس السيسي. ما فيش اللي صدرت في عهد محمد مرسي، مش عارف ليه. هل ديك ما اتفق مع شرع الله بقى؟ ايوه احنا اصحاب مع بعض. هنراجع ايه؟ ما احنا كنا حاطين القوانين دي سوا. هنراجع قوانيننا بالظبط. طيب
بتشوف انه النور في ظل الغياب، غياب القوى السياسيه عن المشهد، التصويت ضعيف، هل تعتقد انها فرصه كبيره لحزب النور، سواء كان بدعم مادي، بتوزيع فلوس، بزيت ورز تاني، بلغه مختلفه، بوعود دينيه، باستخدام الدين؟ بتشوف انه ممكن يفاجئنا اذا ظل الوضع هكذا ونفاجأ بانه موجود في البرلمان بكثافه؟ لا هو مش بكثافه يعني، بس خلينا نقول الاستاذ خيري نقطه مهمه قوي. انت متجه بقوه الى تدين الحمله، الحملات الانتخابيه واليوم وغدا، تدينها بمعنى ان بتدي لها الصبغه الدينيه اللي حضرتك شايفها، وهيتم استدعاء كل الافكار وكل المقترحات والاطروحات اللي هي من امبارح والفتاوى بامور عبثيه. ده في ظل ايه؟ عندك طرفي معادله بيقودها طرف اللي هو حضرتك بتقول عليه هذا التيار وغيره، تمام؟ وشيوخ لا علاقه لهم بالسياسه، خليني اكلمك بصراحه، لا علاقه لهم بالسياسه، دي مش مراحل معينه. طبعا طبعا واحد رمز ديني من رموزهم. ليه؟ لانك انت من المفترض انك بتسجل هذه المخالفات وعلى طول بتعتبر من خروقات الحمله الانتخابيه، وحتى قبلها قبل الصمت الانتخابي وما الى ذلك. لكن خلينا مش هنقف قدام دي. في جزء من ده ان انت عندك فراغ سياسي في احد طرفي المعادله بيملأه حزب النور واحزاب اخرى. يعني خلينا اقولها لحضرتك، البعض يتصور انه لا توجد وجوه للتيار الاسلامي باستثناء حزب النور، هو ما يربو على 100 شخصيه محسوبه على ما بين الجماعه الاسلاميه وما بين المجموعات المحسوبه على الاخوان المسلمين، وبعضهم حتى من التيار الجهادي موجودين، تمام، وتصريحاتهم تملأ كثير من الدوائر في الصعيد. انا بقول لحضرتك معلومات مش مجرد اخبار، وبناء عليه حتى رموز الجماعه الاسلاميه موجودين. هتقول لي طيب موجودين تحت اي مسمى؟ طبعا نظريه القر والفر التي طبعت في مراحل معينه طوال عهد مبارك تجيب لحضرتك على هذا السؤال، وبالتالي لابد ان نسلم انه هيتسلل لهذا المجلس بعض هذه الوجوه شئنا ام ابينا. النسبه كام؟ مش هتوقف، لانه طبعا في تصريحات عبثية من قبل الطرفين، اللي بيكلمك على 300 مقعد قبل أن يذهب الانتخابات في قائمة تقال أن لها علاقة بالدولة وبالرئيس، تمام، رغم أنها في الرئيس أكثر من مرة بهذا. والأمر الآخر هو الحديث عن تربطات في دوائر معينة لم تحسم حتى هذه اللحظة، وبالتالي لن تكون هناك مفاجأة أنه هتحصل ده في إطار النهاردة وبكرة. وقد تكون هناك أيضا وراء الكواليس عناصر واتفاقيات ربما لا يعلمها أحد، لأنه أنت النهاردة أمام الآلة الأوتوماتيكية لحزب النور، عارفين بيعرفوا بيتحركوا إزاي، أخذوا خبرة يعني على عكس ما البعض يتصور أنهم هواة، وفي المقابل أمامهم الأحزاب الأخرى اللي عندها مشكلة حقيقية، وهي أنه ليس لديها خبرة بالعملية السياسية، يعني مجموعة هواة خلينا نعترف بهذا، في شخصيات عامة كبيرة لكن لا تدرك كيف تدير عملية انتخابية، وبالتالي انت لا قدام حزب قوي موجود ومتغلغل في كل قطاعات الدولة، ولا انت جماعة قادرة على الحشد وتكتيل كل القوى بصورة كبيرة. في جزء من ده يجب ألا يغيب عن التحليل، انك امام مجلس عائلات، كل الدوائر دوائر عائلات، فبالتالي المفاجأة ان في عشرات من الدوائر في الانتخابات النهاردة وبكرة فيها عائلات كثيرة، والعائلات الكثيرة والعصبيات والتربيتات اللي حضرتك فاهمها تربيت رأسي وأفقي هتأتي بوجوه ربما نتصور أنا وحضرتك أنه البلد مش محتاجاها، خلاص إحنا مش محتاجين هذه الوجوه. في جزء من ده اسأل ليه الحالة النفسية عند المصريين النهاردة وبكرة مش قضية 30 أو 40 النسبة دي، الناس زهقت من هذه الوجوه اللي هي ما عادش ما لديها تقدمه للوطن. ما تقوليش لا من حقهم ينزلوا، لا، حينما سقط مبارك سقط مع نظامه وكل ما له علاقة بكل ما له علاقة بهذا النظام. النهاردة استدعاء هذه الوجوه اللي حضرتك شايفه النهاردة دي حالة عزوف مجتمعي لا علاقة لها بشباب أو لها علاقة بكذا، صحيح، يعني حالة من العزوف مرتبطة بأن هذه الوجوه تعود مرة أخرى لاحتلال، إن صح تعبيري، احتلال مجلس النواب. مجلس النواب مش قضية لا رجال مال وأعمال، يعني احنا ما عندناش نوع من الحساسية ان احنا نقول انه هيكون مجلس يضم كل هذه العناصر، هيضم عناصر مرفوضة مجتمعيا
وسياسيا مجموعة هواة هيشرعوا للأمة المصرية. يعني خلينا نقول لحضرتك من أربك الحياة السياسية يا أستاذ خيري في الانتخابات السابقة والسابقة حتى مع عهد الإخوان المسلمين، لأنه لا كان لا علاقة لهم بتشريعات ولا لها علاقة بأي مقومات للعملية السياسية. فالنهاردة أنت بتكرر هذا النموذج، والقضية مش نسبة هياخدوا كام أو هيستغلوا حالة الفراغ السياسي اللي موجودة فين، لأنه أنت في النهاية لازم تسلم أن هذه الوجوه ستتسلل إلى مجلس النواب القادم، وستحدث الكارثة مرة أخرى. الكارثة في أن هؤلاء سيشرعوا، أنت النهاردة بتتكلم على تدين حملة انتخابية وانتخابات، لكن بعد قليل ابحث عن القادم، لا هتتكلم في تشريعات اقتصادية ولا هتتكلم في تشريعات يعاد غربلتها والنظر فيها، هتلاقي التصريحات والفتاوى العبثية اللي بقى لها 48 ساعة بتطلق على لسان قادة المجموعات السلفية المختلفة. وطبعا مفترض ان دي كلها مخالفات، ومفترض مش عايز اقول لحضرتك دي تخضع للدين ولا تخضع للسياسة، هنشوفها. طيب هطلع فاصل اخير، بعد الفاصل هرجع. مش بس النور، في حد بيوزع 100 جنيه للناخبين بعد ما يطلعوا، بيديله ال 100 جنيه بعد ما صور. في واحد عوزع عيش، في حد بيوزع سبح وسجاجيد وجلاليب سمره ومواد تموينيه في بندر اسيوط، في حد في دايره كرداسه بيوزع اعشاب من انتاجه على السيدات. ما كل دي مخالفات ومخالفات كبيره، وانتوا يعني شايفين الناس زحمه قوي، هم داخلين بس هينتخبوا مين؟ هي دي المشكله. بعد الفصل ان شاء الله.